ليش تأخرتوا هيك يا خانم؟ والله انشغل بالنا عليكم. عملوا لي كاسة لبن بركي بروق شوي. ايه حاضر. شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ ما كانت تقتنع، أصرت إنها تروح لعند القاضي. طيب وشو قالت له؟ شكرا مالي. العفو. وعطي هالهبلة إلس شوي. اي طيب. فريدة بدك شي قبل ما اروح؟ يلا انا رايحة بلا ما يجي حدا ويشوفني. بخاطركم. يسلموا. خدي اشربي، اكيد بتكوني عطشانه كتير. لو بموت ما بشرب. شوفي شو اللي عم يضحكك. بتذكر كامل وقت قدر انه يشوف المستقبل؟ مره خلاني عصب كتير، كنا عم نركض بالبيت، قمت زتيت عليه شحاطي، اجت على تمه، انجرحت شفته ونزل دم، وصارت عطشت. ما هيك كامل؟ شوكولا، أنا كتير بحبها. بدك؟ ما حزرت. شو لذيذة. اوف ما عم اقدر اكل شي يا الله. شو هالمي الطيبة. والله حاسة مصاريني عم تتقطع يا كامل. كتير ذكريات حلوة ومشتركة بيناتكم. في طفولة كاملة يا ميشيل. بجوز يكون هذا هو السبب اللي ما عم يخليني أعرف أتعامل معه. كيف يعني؟ ما بعرف شو بصر لي، بتلبك لدرجة ما عاد بعرف شو بدي ساوي. فجأة جسمي بيتغير وبحس بالتوتر، بصير أتصرف بطريقة غريبة مو بإيدي، هيك بتوتر وبصير ارجف وبخجل انه اتطلع فيه. طيب من امتى حاسه بهالشعور؟
صرت حس بهالشعور هاد من وقت ما اعترفنا لبعض بمشاعرنا. انتي بتعرفي ليش؟ بس يبدو عم تتدللي. شو علاقة هاد بهاد؟ كيف يعني شو علاقته؟ عشرات الطالبات هون بالمدرسة بيتمنوا يكونوا مكانك، وبعد المفاجأة اللي عمل لك ياها مبارح صاروا مئات. مو المهم انك تقدري تسرقي قلبه وعقله لكامل، المهم تعرفي تحافظي عليه، وإذا بدك تستمري بهالتصرفات معه رح تخسري. أنا عم بنصحك كامل بيك شب حلو. والله لجيب طين وضل أضربه على رأسه ووشه وعبيله تيابه إذا بيفكر يساوي هيك شي. والله يا حلو بدك تديري بالك عليه، لازم عطول تدللي وتضلك مهتمة فيه وتكوني مثل العروس، لازم تكوني مثل زهور الربيع. وشو بيعرفك أنتي؟ شوفت عينك، شاطرة بالنظري وصفر بالعملي. من شوي شفتهم أخدينه لسليم. ايه حضرة القاضي استدعاه. اها، ان شاء الله بينال جزاؤه هو ويلي ساعدوه. انت شو جابك على المشفى؟ هاي استقالتي، حروح على أوروبا أعمل اختصاص. الله يعطيك العافية يا سيف الدين. بنتك مقدمة شكوى على حالة وعلينا، استدعاني حضرة القاضي اليوم ورحت، وبعد شوي جمعنا أنا وسليم سوا وقال لي يا أما بتحلوا الموضوع بالحسنى يا أما حضرته رح يرمي بنتنا مع سليم بالسجن. لك بنتك شلون بتروح وبتشتكي علينا متهمتنا بأنه نحن متسترين عليها بقضية زنا؟ وهالحقير سليم رجع له عقله فجأة، ولبيب اعترف وشال التهمة عن سليم. أنا كنت من الأساس عرفانة إنه سليم بريء من هالموضوع. إن لا من وشي، انت مو بنتي وانا مو ابوك ولا بعرفك. ساويتي اللي بدك اياه بالاخر، انت قتلتينا انا وابوك. روحي نقلعي. Thank you.
يلا تعالوا لعندي، يلا تعوا خلصوني. شريكتي بالعقوبة. خلص أنا وياكي ما عاد لازم نتخانق بنوب. شو جنيتي أنتي؟ عم امزح معك يا روحي. يلا روحوا تحمموا وقيموا هالوسخ اللي عليكم. من هلأ ورايح يا بنات رح تكون علاقتكم أنتوا الثلاثة مع المدموزيل إيزابيل شخصيا. يلا امشوا قدامي. بابا اجا امي؟ ايه اجا من شوي. صار شي معه؟ شبك انتي حاسك مو على بعضك؟ ما فيني شي، شو بده يكون فيني؟ مثل العادة مشاكل البيت. امي ابوك بغرفته وبده يشوفك. شو صار؟ يا ترى العصفورة اجت؟ بتكون ما قدرت تطلع. بكره بتلتقوا بيوم العطلة وبتحكوا. ما بتوقع اني يكون هون بوقتها. اليوم الجو كتير بارد، جبت لكم زهورات بركي بتدفيكم. في مكان معين بدك تروح عليه؟ بدي روح على مدريد. لعند عمي. أنا قدمت استقالتي من المشفى. إذا بتريدي تركينا شوي لحالنا. ليك ابني، هذا قرار بلحظة غضب. أكيد في سبب مهم خلى فريدة تتأخر على الموعد وما تجي. لو بدها تجي كانت إجت بابا. على كل حال أنا ما بقى فيني أطلع بوجهها لفريدة، لأنه كل ما اطلعت فيها رح أرجع أتذكر إنها رفضتني، ويمكن ما قدر اتحمل هالإحساس. من بعد اليوم ما بدي اضغط عليها وضايقها، لأنه هي كمان كل ما تشوفني رح تتضايق. أنا برأيي إنك عم تتسرع يا ابني. برأيي تهدى وتنتظر شوي، ولما تجي فريدة أحكو. والله ما رح ضل استناها وضيع وقتي. بكرة الظهر في سفينة وأنا حجزت فيها. خلاص أصلاً من هون لشهرين ما عاد في رحلات تانية. بابا أنا لازم أبعد، يمكن هالشي يكون أحسن إلي وإلها. وإنت بعد شهرين بتبعت نجيبة لعندي. والله يا ريس الظاهر قرارك رح يتحقق بسرعة. مو انت كان بدك تبعت نجيبة على مدريد؟
ليكم مشي الحال. نجيبي رح تبقى هون يا ابني. ليش غيرت رأيك؟ رح أحكي لك، بس بدك توعدني تسمعني وتطول بالك. عود بالأول. اليوم حضرة القاضي استدعاني لعنده ورحت. طلع سمعان بقصة سليم واختك نجيبة وحذرني. قال لي يا أما بيرموا اختك بالسجن بتهمة الزنا، يا أما منقبل بسليم ومنزوجها. يا مين اللي قال له؟ مين اللي راح واشتكى له؟ مين بابا؟ نجيبة. نجيبة هي اللي اشتكت. سليم طلع بريء كامل، وأنا ما بدي سيرتنا تصير على كل لسان، وبدي تخلص هالقصة على خير. خليهم يعملوا يلي بدهم إياه، خليهم يتزوجوا ونسكر على الموضوع. شو فكرني ولد صغير يعني بابا؟ واضح إنه في إنا بالموضوع. أنا ما بعرف مين ساوم مين وعلى شو، بس إذا في عقوبة بحق نجيبة فلازم تنال جزاء. وإذا لهلأ لساتها عم تحاول تحميل لسليم الواطي، فهي اللي رح تدفع ثمن هالشي. أنا رايح على مدريد، أنت بتبعتوا نجيبة لعندي بعد شهرين وخلص. شو بدنا نساوي؟ رح نساوي اللي لازم نساوي. رح نحط على الجرح ملح ونجوز اثنين عديمين الأخلاق. ايه وكامل ما سمعته؟ أنا بعرفه ما رح يرضى يزوجهم. شو مفكرني ما سمعت شو حكى؟ هو ما رح يقبل. الموضوع لسه تازة، هو معصب هلأ ومو متقبل الموضوع ومعه حق. لو أنا ما عم قادر أتقبله. كامل بحاجة لشوية وقت هلأ، وروحته على مدريد حتكون منيحة للكل. إجت بوقتها يعني. الله يكون بعوني. ابني الوحيد بده يترك بيته وبلده، وقلبه من الوجع مجروح ومكسور، ورغم هيك أنا مبسوط له كتير. كامل قلبه مكسور؟ يعني هذا حكي، ما تضيع حكي. وشو بده يساوي بمدريد لتكون انت اقنعته انه يروح يا سيف الدين؟ ما بعرف اذا انا يلي اقنعته. هو رايح ليريح راسه باسمة. معلش خليه يروح، على القليل بغير جو شوي. بلكي بيرتاح إذا شاف ناس جداد. خذ اشرب الزهورات منيحة إلك.
شو عم بتساوي؟ مثل مو شايفة. معقول بهالسرعة بدك تروح؟ كل ما رحت أسرع بيكون أحسن أمي. وفريدة شو رأيها بهالروحة؟ شو دخل فريدة؟ شو يعني بدي أخذ إذن منها؟ بين عليك زعلان. اللي حبيبي صاير شي بيناتكم؟ أمي سكري على الموضوع بترجاكي. لا تضغطي علي أكثر. لكن خليني ساعدك شوي. لازم إلحق أهرب قبل ما تجي إيزابيل. فريدة ما رح نتصالح؟ معقول نضل متخانقين هيك؟ أنا صرت أختار أصدقائي بحيث يكونوا ناس بينوثق فيهم، وأنتي مو من هالأصدقاء. بس أنتي أكتر وحدة بتعرفيها لنجيبة، قالت لي بدها تقتل حالها، والله بتساويها، هي وحدة مجنونة. خلص اتركيني بقى، أنا لازم روح ماري. والله أنا مستعدة ساوي اللي بدك إياه لحتى تصالحيني. الله يخليكي، سامحيني فريدة. قلك بدي روح. خلص فريدة، نحن رفقات، معقول تضل مزعلتيني؟ أنتي وأنتي وأنتي كمان تعالوا معي. وصدتي أسفة. الأمانة خلي لي إياها معك بابا. كل ذكرياتي. لحتى تتعلم لازم تكون صبور. لا تستسلم بنوب. يلا لشوف، صوب على القنينة يلا على اليمين. يلا أعطيهم لفريدة. رح اشتاق لكم كتير. ونحن
والجوع، بس رح موت من النعس. هلا اذا فات كامل من هالباب بتصير النعس وتصحصحي ما؟ احكي احكي، حاسستك عم تحكي لي حكايه. لو نام وبعدين فيق ولاقي حالي رجعت ليوم الحفله، بس هالمرة ما رح أهرب، رح أوقفه لكامل وطلع بعيونه الحلوين. وشو بعدين؟ كنتي رح تقلي له إيه فورا؟ أنتي خليكي بشغلك. بابا حبيبي أهلا وسهلا. تفضلي. وأخيرا إجا الفستان اللي طلبتيه. شكرا كثير. كيف فريدة؟ لساتها معاقبة بسبب اللي صار بالحفلة. هي بتعرف إنه كامل بده يسافر؟ كامل بده يسافر؟ معقول؟ لوين وإمتى بده يروح؟ قدم استقالته من المستشفى العام وبده يروح لعند عمه على مدريد. فريدة، فريدة، كامل رايح على مدريد اليوم. كيف؟ قال رايح على مدريد مزبوط؟ عمي بعت وراي بدي ادرس هنيك، بس كمان هون في مدارس منيحة. مو حابب ادرس هون. ساوي اللي بدك اياه، اصلا ما رح تفلح بأي اشي. مفكر اذا رحت لهنيك رح تصير قبضاي وتبطل جبان، بتكون غلطان اذا فكرت هيك. وانت شو بدك فيني؟ حلي عني بقى، ما دخلك. ماني حابة تسافر، خليك معي. مزعوجة على روحتي؟ أكيد ما هيك، بس أنا مع مين بدي أتسلى إذا أنت رحت؟ ومع مين بدي ألعب يعني؟ نجيبة كتير عقلة وبتملي، بس أنت بتسليني على طول، وما بدي إياك تروح لأنك بتساعدني بتحضير الدروس. بعدين إذا رحت أنت على مين بدي إرمي الطين؟ خليك معي. فريدة، فريدة عم أحكي معك، أنت ممنوع تطلعي من المدرسة. فيني أعرف لوين رايحة يا مدموزيل؟ حروح على بيتي مصر. خالتي كتير تعبانة، أنا لازم روح وشوفها. ما بصير، مو على كيفك تروحي، ما في طلعة من هون. أنا رايحة سواء إذا حضرتك سمحتي أو ما سمحتي. أنت عم تتجاوز حدودك. طيب خلاص، لو سمحتي ما تتدخلي. ماشي خلاص يا بنتي، فيكي تروحي، أنا بسمح لك تروحي. ميرسي. يلا بخاطركم. وقف يا ابني، انا رح اروح معك على المينا حتى ودعك هنيك. لا انا بروح لحالي بابا، ما في داعي تيجي معي.
بس توصل ابعث لنا رسالة. جمال الدين ليش ما رحت على اليمين؟ هذا الطريق ما بيروح على المينا. بلا بيروح على المينا، بعدين هذا أقصر طريق بعرفه. اضحك علي لقلك اضحك. انت رايح مخصوص من هون لتمر من قدام مدرسة فريدة. شو كنت رايح لحتى تزورني؟ لا طيب وانتي؟ لوين كنتي رايحة فريدة؟ أنا سمعت إنه خالتي باسمة مريضة شوي، قلت بروح بتطمن عليها. بس ماما ما أنا مريضة، ما فيها شي، صحتها ممتازة. لا والله جد؟ كانوا عم يمزحوا معي لكان. ايه أكيد. انت لوين كنت ناوي تروح؟ أنا
رح روح رحلة طويلة شوي. طيب وكنت رح تروح من دون ما تودعني؟ ليش شو بتفرق معك؟ في شي بيضحك؟ ممكن نحكي كامل؟ ما عندي وقت. طيب مثل ما بدك، لكن روح، مو حابة أخرك. روح، الله معك، توصل بالسلامة. ميرسي مادموزيل، بتمنى لك كل النجاح. يلا جمال الدين، صار لازم نروح.